السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا ونتابع تطورات الأسواق العربية العاملة نهار اليوم. طبعا أسواق الإمارات على مكاسب في تداولات هذا اليوم لبنان وكذلك سوق مسقط. صحيح، فالبداية على ما يبدو أنها إيجابية بالنسبة للأسواق الإماراتية، ولنتحدث أكثر عن ما يمكن أن نتوقعه في هذه الأسواق، وخصوصا بعد الأسبوع الأول الذي انقضى من شهر رمضان المبارك. طلال طوقان هنا في الاستوديو وهو مدير دائرة الأبحاث المالية في الرمز للأوراق المالية في أبو ظبي. صباح الخير وأهلا بك في استديوهات سي إن بي سي عربية، ورمضان كريم. كنا نتحدث تحت الهواء أنه لديك توقعات بأنه الأداء بالنسبة للمؤشرات الإماراتية سوف يكون مختلف في رمضان هذا العام من السنوات السابقة، لماذا برأيك؟ يعني بشكل عام طبعا هناك دراسات قامت ودور الأبحاث دائما يعني بتركز على أنه بشهر رمضان يكون هناك انخفاض في التداولات وأيضا في بعض الأحيان ارتفاع في الأسعار، ولكن بشكل عام هذه الدراسات لم تقم على أساس ما ندعوه بالأوتو ريجريشن أو الربط ما بين الأشهر السابقة والوضع الاقتصادي بشكل عام. ما حدث هو الأسبوعين ما قبل رمضان أن بدأت يعني معظم التداولات تنخفض والمتداولين يقومون على هذا الأساس، يعني بلشوا يقولوا يحضروا حالهم لرمضان وللإجازات، فبدأ الكثير يصفون بمراكزهم المالية. وطبعا في كمان جاء ذلك تزامنا مع المراكز على المكشوف أو التداولات على الهامش تم إغلاقها. ما حدث يعني الأسبوع الماضي لاحظنا أن يعني السوق ارتفع حوالي 40% بشهر 4 وشهر 5 مع بعض، ثم انخفض حوالي 12%، يعني حوالي فقط 38-40% من المكاسب تم فقدانها ليعاود بعد ذلك الصعود. الأسبوع الماضي لاحظنا الارتداد الإيجابي، بدأت الأجواء تتسم بالتفاؤل نوعا ما نتيجة لما ندعوه بالريزيلينس أو قدرة الأسعار على استيعاب ضغوطات البيع. والآن نلاحظ افتتاح السوق على مستوى يعني يفوق 2400 نقطة، وإذا تمكن اليوم من الاستقرار بمستويات أعلى من 2408 نقاط على وجه التحديد، أعتقد بأن شريحة أخرى سوف تقتنع بأن الفرص لا زالت موجودة. معدلات العائد هي مرتفعة، قد تكون قاربت مستوياتها على صعيد إقليمي وعلى صعيد دولي. كذلك هناك الملاحظ أن أعمار هو الذي يقود هذه الارتفاعات، إن أمكن وصفها بالارتداد أو عودة المؤشر لكسر مستويات 2400 نقطة، فذلك يعود بشكل كبير إلى سهم أعمار الذي يعود ليرتد ويختبر أعلى مستوياته في شهر تقريبا. نتحدث اليوم عن مكاسب 7 فلوس، ارتفعت إلى 5.73 دراهم للسهم الواحد، وبالتالي سيناريو أعمار الذي يقود التداولات دائما موجود يعني 100%. والدور الرئيسي طبعا للأسهم هي لاحظنا ليس فقط إعمار، إعمار الدور الأبرز، ولكن حتى إعمار وزنها في المؤشر الآن أصبح هناك لها شركات منافسة، يعني لا يؤثر في المؤشر كما هو الحال 6 أشهر للوراء. ولكن العامل الرئيسي هنا مؤشرات المرتبطة بأسواق الإمارات، ما يحدث أن أوزان هذه الشركات بدأ يرتفع، وبعض الشركات لم تكن داخلة في مؤشر مثلا الدار صروح بعد عملية الاندماج انضمت إلى لمؤشر MSCI لدولة الإمارات وبوزن 12% تقريبا من 0 إلى 12%، فهذه تؤدي إلى تدفقات أوتوماتيكية للاستحواذ على سهم من قبل الصناديق الاستثمار المرتبطة بهذه المؤشرات. إعمار وزنه ارتفع إلى 28%، فهناك عوامل نوعا ما غير ملحوظة من قبل متداول الأفراد ولكن دورها قوي جدا في الأسواق. الآن بدأت الأنظار أيضا ترتبط بالسوق من ناحية توزيعات نقدية، لاحظنا التجربة في الربع الأول، فالعوامل جميعها مختلفة وعملية أو أحجام السيولة في السوق سوف تؤدي إلى تقبل المستثمرين وخاصة صناديق الاستثمار الأجنبية لمعدلات عائد أقل. قد يكون يعني عامل التوزيع النقدي أو الديفيدنت ييلد على الأسواق كانت من 6-7%، لن نعاود أن نرى هذه المستويات، سوف تكون ما بين 4-5% على أقصى تحديد اعتمادا على مستويات أسعار الفوائد خلال الفترة المستقبلية. ولكن بشكل عام يعني هذا هو العامل المحرك الرئاسي، هي عامل السيولة والريزيلينس أو قدرة الأسهم على التفاوت، فالأجواء هي تسم بالإيجابية وأعتقد سوف تكون مختلفة. يعني العامل برمضان عادة يكون نتيجة لخروج المتداولين إلى إجازاتهم ليس لرمضان ذاته، ولكن تصادف شهر رمضان خلال فصل الصيف وسوف نبقى كذلك لبعض من البضاعات. طلال، هناك كذلك حركة غير اعتيادية على بعض الأسهم مما في ذلك الأسهم الدفاعية دو تحديدا، وما حصل له منذ بداية هذا الشهر القفزة القوية التي كسر من خلالها مستويات 6 دراهم. نتحدث اليوم عن مستويات 6.22 دراهم، وهي مستويات قوية بالنسبة لهذا السهم. هل يندرج هذا ضمن هذه الخارطة التي أشرت إليها، خارطة الجاذبية الاستثمارية لهذه الأسهم ولأسهم انتقائية بعد انضمام أسواق الإمارات لمؤشر MSCI، أم أنها عوامل أخرى؟ يعني هنا عدد من العوامل، طبعا هناك دخول استراتيجي كان على سهم شركة دولة وبعض العوامل الاستثنائية، ولكن بشكل عام نعم ينطبق عليه كل الشركات المفتوحة للأجانب
وأيضا التي تتسم بقيمة سوقية رأس مالية كبيرة نوعا ما أو نسبيا وزنها كبير في المؤشر سوف تكون مرشحة لمزيد من الطلبات خلال الفترة المستقبلية. ولكن أيضا لا ننسى أن نتائج الربع الثاني المستثمرين الأفراد يفتقدون يعني الذاكرة نوعا ما ليست قوية لترتكز على ما هي المعطيات الإيجابية للربع الثاني. يعني دو رسوم الامتياز كانت تأخذ مخصصات على أساس 50%، الآن اختلفت المعادلة لتصبح 15% و5% على الإيراد وعلى الأرباح، فسوف يكون هناك عنصر في المفاجأة في نتائج الربع الثاني على الرغم ليست مرتبطة بنشاط الشركة الرئيسي، ولكن هذه العوامل قد تم غيابها ومن ثم تعود الآن إلى الساحة فتصبح هناك نوع من المضاربات. ولكن بشكل عام الأجواء صحية جدا. يعني سهم كان يتحرك في بشكل أفقي ثم فجأة ظهرت هذه القفزة السريعة. كان هناك طلبات استثنائية واختراقات لحواجز نفسية، يعني هي أدعوها بالعوامل الفردية وليس عامل فقط نتيجة لقدرة السهم على توليد عوائد استثمارية. طيب طلال، بالنسبة لما أشرت إليه قبل قليل وتغير هذه المزاجية وهذا السلوك سلوك المستثمرين في شهر رمضان بالنسبة لأسواق الإمارات، ربما هناك عوامل استثنائية كذلك هذا العام. حديث في الفترة الأخيرة في الأشهر القليلة الماضية أو في الأشهر طوال الأشهر الماضية عن دخول سيولة قوية من دول الربيع العربي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على أنها ربما البيئة الأكثر أمنا الأكثر استقرارا للسيولة الاستثمارية. هل يمكن ربط هذا الاستقرار وهذا الزخم في تداولات شهر رمضان للعام 2013 بتوفر مثل هذه السيولة؟ يعني السيولة بشكل عام دخلت منذ عام 2011 بدأنا نشهدها على مستويات عرض النقد، فهو الأثر هو تغير مسار السيولة من قطاع إلى آخر، من قطاع الاستهلاكي للإدخاري، من قطاع الاستهلاكي إلى العقاري، فهي السيولة كانت موجودة. والمزاج العام موجود عالمي في الأسواق العالمية أن هذه الفترة هي فترة استثمار في الأسهم. المزاج العام أكثر مرتبط كان بدخولنا في مؤشر الـ MSCI والآن الإكسبو 2020 ومحاولة المتداولين الربط، يعني المراكز بدأت ترتبط أكثر نفسيا نتيجة لإدراكهم بأن المخاطر اللي كانت موجودة غير حقيقية. هي ليست غير حقيقية ولكنها كانت مضخمة، لا زالت هناك الديون فيها على 2014 وأيضا بعض التحديات الاقتصادية فيما يتعلق بعودة التضخم، ولكن بشكل عام العوائد الموجودة بالسوق هي باتت المسيطرة بشكل أكبر، وحالة التفاؤل الآن قد تزيد نوعا ما خلال الفترة المقبلة مع انضمام شركات جديدة للإدراج وزيادة تنوع القطاع في الاقتصاد، وبالتالي الشركات المدرجة وما نعده بالإكنوميك ريبريزنتيشن. أسواقنا تفتقر لشركات تنتمي إلى قطاعات حيوية في السوق، خاصة قطاع التعليم، قطاع البتروكيماويات إلى آخره. فأعتقد في أن التغيرات الهيكلية هي الدافع الرئيسي للاستثمار المؤسسي. الأفراد هي عبارة عن عواطف ويعني إرادتهم للمشاركة في هذا بغض النظر، فحتى الطلبات تكون نوعا ما عشوائية، وأعتقد أن هذه العشوائية سوف تؤدي إلى انتظام أكثر في ونضوج أكثر في الأسواق. فلا زالت الرحلة طويلة وأعتقدها أكثرها إيجابية وليس على المدى القصير ولكن على المدى المتوسط والطويل. طيب لبنى، ما رأيك بمواصلة الحديث؟ طبعا سنواصل الحديث مع ضيفنا طلال طوقان ولكن بعد قليل.